كانت إسبانيا تسير في معركتها الإفريقية حسب خطة مرسومة مدققة وبرنامج محكم كنا تكلمنا عليه في الحلقات الأولى، فما كادت تثبت أقدامها بالناحية الغربية حتى وجهت أنظارها إلى الناحية الشرقية وأخذت تستعد بحرارة وبإيمان لإنزال الضربة القاضية بمدينة بجاية، فتحطم بذلك المدينة التي كانت ولم تزل إلى ذلك اليوم مركز إشعاع حضاري وعلمي لم تستطع الفتن ولا الدسائس حول العرش إخماده، وتعدم بذلك الحياة في هذه الدولة التي كانت تلفظ كدولة بني زيان أنفاسها الأخيرة، والمعني هنا دولة الحفصيين البيجائيين، وتأخذ بذلك في اكتساح الساحل من الطرفين بعد أن تؤمن على مؤخرتها من الناحيتين. وإنه لمن العجب أن تكون بجاية ذلك الحين مصابة بنفس المرض الذي كان ملما بدولة بني زيان بتلمسان عندما فاجأها الغزو الإسباني ونكبها ماديا وأدبيا في وهران، نكبة لم تقم لها من بعدها قائمة. كانت مصابة بداء العروشية، فكان عبد الرحمن الحفصي قد ثار على ابن أخيه عبد الله وتولى العرش مكانه وزج به في السجن بعدما اعتقد أنه فقد بصره أو أفقده البصر، وإسبانيا لم تكن تجهل شيئا مما يجري في البلاد. استعدت للحملة أيام استعداد، وبذل الكاردينال خيمينيس أو إكزيمانس من الهمة والجهد في تجهيز الحملة نفس ما بذله في تجهيز حملتي وهران والمرسى الكبير. أسند القيادة إلى بطرس أنفاري أو بيدرو نافارو فاتح وهران وجلادها، فأخذ يستعد تحت طي الكتمان حتى لا تتسرب أنباء المسيرة إلى بجاية، وامتطى صهوة أسطوله بالمرسى الكبير يوم 30 نوفمبر 1509 مدعيا العودة إلى إسبانيا، واتخذ طريقه فعلا صوب الشمال، إنما أرسى على جزائر الباليار الإسبانية فقضى بها شهر ديسمبر القاسي ذا الرياح المتقلبة، وجاءه المدد من إسبانيا إلى هناك، فنظم الحملة ورتب تفاصيلها ووضع على الأسطول الأميرال جيرونيمو فيانلي. في أول يوم في جانفي 1510 أقلع الأسطول يشمل 20 سفينة كبيرة تحمل على متنها 10,000 رجل من صفوة الجيش، تعززهم مدفعية ضخمة وآلات عديدة وسلاح وفير، وكانوا أمام مدينة بجاية يوم 5 جانفي. عندما رأى المسلمون الخطر وكانت قد بلغتهم ولا ريب مأساة وهران، فتنادوا للجهاد واستعدوا للدفاع عن مدينتهم وعن دينهم وعن ميراثهم الحضاري التالد العظيم. ولنعرف كيف جرت الأمور وكيف سارت الأحداث وكيف انتهت هذه المعركة، يجب علينا أن نغوص في الكتب وأن نفري الكتب ونطلع على الحقائق ونكتشف ما الذي حدث بالفعل في تلك فترة من الزمن. هيا بنا إلى بحر الكتب وفي حلقة جديدة من سلسلة الحروب الصليبية في الجزائر على قناتي كما قال الكتاب. فلا تنسى أن تفعل الجرس حتى يصلك كل جديد والمشاركة حتى يصل هذا المحتوى إلى العديد من الناس. أشكرك مسبقا. تسلقت فرقة من الجيش الإسلامي البيجائي تقدر بنحو 10,000 رجل مرتفعات جبال الجراية لكي تمنع الإسبان من النزول إلى البر،
وأخذت المدفعيتان البيجائية والإسبانية تتبادلان رمي القذائف، لكن البون كان شاسعا جدا بين مدفعية مهاجمة تابعة لدولة نامية متحدة ذات قيادة حديدية، وبين قوة مدفعية تابعة لدولة متخاذلة منهارة تحكمها إن صح التعبير يد شلاء وفكر شديد، فما هو إلا أمد قليل حتى تمكن الإسبان من مد أخشابهم المهيئة للنزول فيما بين السفن والساحل في ذلك المكان البديع الحسن الخلاب المنظر. كانت المعركة، والحق يقال، معركة شعب لا معركة حكومة، فالشعب البجائي البطل هو الذي تولى كبر المقاومة، وهو الذي استعد لكل تضحية، فلم يفقد عزيمته ولا هو فقد ثباته عندما رأى الجيش الإسباني ينزل إلى الأرض، بل أخذ يستعد للدفاع اليائس عن مدينة الناصر. فكان الناس يومئذ مثلهم كمثل خلية النخل، يقوم كل فرد فيها بعمل لفائدة الدفاع، والذي يدل على تصميمهم وعزمهم على الدفاع اليائس هو مبادرتهم بإخراج النساء والصبيان من المدينة المهددة والإرسال بهم إلى مدينة جيجل. في تلك الساعة وأمام ما كان باديا من هذا التصميم، قسم القائد دون بيدرو الإسباني جيشه إلى 4 فرق، وجعل كل فرقتين منهما فيلقا، ثم أصدر أمره للفيلق الأول بأن يتسلق مرتفعات جورايا ليشرف على المدينة من أعلاها ولكي يمنع وصول المدد والنجدات إليها. أما الفيلق الثاني فقد أسندت إليه مهمة مهاجمة المدينة مما يلي الساحل والاقتراب منها شيئا فشيئا حتى تقع ضمن منطقة حصار حديدية. التحمت المعركة أولا بين المجاهدين المسلمين وبين الإسبان الذين أخذوا يتسلقون الجبل تنفيذا للخطة، واشتدت المعركة، لكن الإسبان تمكنوا رغم ذلك الدفاع من الوصول إلى أعلى المدينة واحتلوا أراضيها المرتفعة. في نفس الوقت كان الفيلق الثاني يسير صوب المدينة محاذيا البحر إلى أن وصل المدينة ودخل أراضيها السفلى، وهي المدينة العتيقة التي أفرغت من أغلب سكانها دون مقاومة تذكر. وفي وسط بجايا العتيقة التقى الفيلقان وانتهى الأمر. كان المسلمون قد اعتصموا بالديار وأرادوا المقاومة اليائسة حتى الموت، لكنهم سرعان ما رأوا وجوب الانسحاب وراء بجايا من أجل استمرار المعركة وصد الإسبان عن التوغل في البلاد. وهكذا غادروا المدينة بعد معارك لم يكتب لهم فيها النجاح، استبسل فيها الشعب الذي لم تكن له قيادة حكيمة مدركة، وكان على رأسهم في الانسحاب الملك عبد الرحمن، ودفع الشعب ثمن الهزيمة غاليا جدا، إذ ما كاد الجيش الإسباني يحتل البلدة حتى أعمل السيف في رقاب من وجدهم من أهلها والمدافعين عنها، وأصرف في القتل كما أصرف من قبل في وهران. فانجلت المذبحة الفظيعة على مصرع 4,100 من الشهداء، وأمعن الإسبان في بجاية تخريبا ونهبا على غرار ما وقع بوهران، واستحوذوا على نفائس بجاية وثروتها التالدة، فنقلوها غنيمة إلى إسبانيا على متن 30 سفينة،
ابتلع البحر أكثرها قبل وصولها إلى المراسي الإسبانية، وتناولت يد التخريب والتحطيم بعد ذلك معالم المدينة التي كانت غرة في وجه الفن المعماري العربي. فمنار قصر الجوهر الذي كان ارتفاعه 70 ذراعا لم يبقى منه إلا اسمه، والمسجد الأعظم لم يبقى منه إلا رسمه، والويل لمن غلب. هذا ويقول المؤرخ العربي أبو علي إبراهيم المريني الذي كتب على هذه المصيبة بعد أمد طويل، أن المقاومة الإسلامية قد كانت عارمة، وأنها كبدت الإسبان خسائر عظيمة، وقد كانت قصته هذه موجودة بخزائن الولاية العامة الجزائرية قبل الاستقلال، ثم أخذها الفرنسيون. لكن الحقيقة المؤلمة كانت غير ذلك، فالإسبان لم يتكبدوا في بجاية إلا خسائر طفيفة، والقائد بيدرو نافارو قد أرسل إلى الملك تقرير عن الواقع يقول أن احتلال المدينة كان سهلا، وأن العملية كانت ميسورة، مع أن أسوار المدينة كانت عالية قوية، والمواقع الجبلية كانت حصينة، وعدد المجاهدين المسلمين كان كبيرا، والمؤن والذخيرة كانت موجودة، فالمقاومة الطويلة الناجحة كانت ميسورة. يقول الباحث بول وينتر في فصل قيم ثمين نشره بمجلة الجمعية الجغرافية لشمال إفريقيا عدد 140، في تعليل ذلك أن المسلمين ربما كانوا يعتقدون أن الإسبان ما جاءوا إلا من أجل السلب والنهب، وأنهم متى أدركوا غايتهم وبلغوا هدفهم فإنهم سوف يغادرون البلاد مع الأسلاب. الذي يؤكده التاريخ هو أن نكبة بجاية وتخريب معالمها وذبح 4,100 مسلم فيها لم يكلف الإسبان خسارة تذكر، فذهبت المدينة وذهب أهلها ضحية الخلاف والشقاق وفقد الروح المعنوية وانعدام القيادة الحكيمة الواعية. أما الشعب فقد قام بواجبه ودافع كما استطاع أن يدافع، ومات كما لم يكن يجب أن يموت. جاء في دائرة المعارف الفرنسية الكبرى من جملة أسباب ثورة بجاية علاقتها الواسعة المتصلة مع بيزا إيطاليا، وجنوة ومارسيليا وبرشلونة إسبانيا. ورغم عن أعمال القرصنة التي كان المسلمون والمسيحيون يقومون بها، فالحركة التجارية قد استمرت بها واسعة جدا، فكانت بجاية تصدر الحبوب والزيت والصوف والشمع والجلود، وكثير من المدن الأوروبية كالجمهوريات الطليانية ومارسيليا قد عقدت مع بجاية معاهدات سلام وتجارة، وكانت لها قنصليات بالمدينة، وكانت عند أيام النكبة تشمل 8,000 من الدور، أي نحو 40,000 من السكان. وقد وصفها ليون الإفريقي، الحسن بن محمد الوزان الفاسي أجمل وصف، إذ قال أنها كانت محاطة بأسوار عالية وتشمل 8,000 أسرة، وديارها جميلة البناء حسنة المنظر، وأنها كانت زاخرة بالمساجد والمدارس التي يتعاطى الطلاب والشيوخ فيها دروس علوم الدين والرياضيات المختلفة، كما كان بها عدد من البيمار المستشفيات المعالجة للمرضى، وفنادق عديدة لإيواء التجار والمسافرين. ويقول أنها كانت معقلا دينيا قبل كل شيء، يدعونها مكة الصغيرة.
حتى وإذا اختصرنا أو اختزلنا بعض الأحداث التي جرت في بجاية، إلا أنه تبقى العديد من المراحل يجب أن نتكلم فيها ونتطرق إليها حتى نعرف طبيعة الاستعمار الإسباني كيف كانت، وطبيعة الحكام الذين كانوا يتقاتلون على الملك في المغرب العربي كافة، كيف استغلتهم إسبانيا وكيف طوعتهم وجعلتهم ملكا لها. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة لضيق الوقت، وإن شاء الله سنتقابل في الحلقة القادمة بموضوع جديد إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق والسداد.